بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا حديث القرآن عن القرآن، نور مبين. دائما ما ندعو به أن يجعل الله لنا في حياتنا نورا يهدينا ويرزقنا ويحمينا وينير لنا عن الظلمات، فهذا نورنا في الحياة الدنيا، كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لقي عمر رضي الله عنه بعسفان نافع بن عبد الحارث عامله على مكة، فسأله عن من استعملت على أهل الوادي يريد مكة، فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كم هي تلك المراتب الرفيعة العالية التي تنتظر قارئ القرآن وحافظه الذي ما فتى يقطع ساعات ليله ونهاره بأفضل الذكر وعلاه، حتى يرفعه الله في الدنيا ويعلي درجاته في الآخرة فيكون مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا من يقرأ كتابك ويعمل به. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.